بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصة من حوالي 17 سنة وأنا متحفظ عليها. ليش؟ لأن العقل البشري صعب أنه يستوعبها. وأكرر ثاني مرة أقول أنه أي واحد عنده بعد على الله ما يستغرب هذا. اي واحد عنده بعد عن الايمان ما يعني حيستغرب على ذلك، لكن لو وقف اي واحد فينا قدام المراه ويكلم نفسه يقول هذه الطياره فيها 400 راكب كيف تطلع في الجو؟ هذه السفينه فيها اطنان كيف تمشي في البحر؟ لو قارن الانسان كيف الحيوان اكرمك الله يمشي على اربعه ونحن نمشي على اثنين ما يستغرب، لدرجه انه الزلازل والبراكين والفيضانات كل هذه قالوا عوامل طبيعية. طيب أين العقل البشري؟ العوامل الطبيعية هذه مين اللي سخرها؟ طبعا رب العالمين، الله على كل شيء قدير. نعم، فيستغرب ذلك على الله سبحانه وتعالى إلى أن شجعني أحد الإخوة أني أنشرها. وهي قصة غريبة جدا، يعني لو كان في ذلك الوقت يعني كان يحضرني الكاميرا كان صورتها. يعني رجل في العقد السابع يعني عمره فوق تعدى 60 من العمر وفي غرفة 4 في 6 أرى وجهي أكرمك الله في البلاط من لمعانه، يعني أثرياء ناس، أرى وجهي زي المراية في البلاط في غرفة في سرير نوم لوحده وهناك 3 من الخدم يخدمونه، 3. دخلت وجهزت عدتي وجيت اجي اكشف عنه الغطاء، يعني شفت انا اوصف لك الوصف بالنسبه للارضيه وكيف النظافه، يعني استغربت ابغى اشوف نمله واحده ماشيه في الارض ما في. النمل هذا يدخل من انفه ويدخل على اذنه او من اذنه يخش على فمه. اعوذ بالله. مل جسمه كامل زي ما ترمي حلاوه او لبانه في الأرض وتيجي تشوف النمل عليها كيف. طيب هذه الحالة ما هي موجودة في كتب ولا في فقه الأموات، كيف تصرف؟ عفوا شيخ، هو ميت النمل قاعد يطلع من أنفه ومن تجاوب جسمه. نعم، ولو ترى عشان يكون علمك ما له إلا ساعة في الموت، يعني لا تقول إنه له المكان غير مكيف، أو أيام صار له، لا أو أيام مكيف مكيف وثلاثة يخدمونه، 3 من جنسية غير مسلمة يخدمون. ايش سويت شيخ؟ اتصلت بأحد المشايخ رحمة الله عليه فقال لي اجتهد يا شيخ، ايش تبغاني أسوي؟ أنا أحكم لك على، تبغاني أفتي لك على كيفية الغسل، كيفية الصلاة، كيفية الدفن، أعطيك فتوى على هذا، لكن هذا موقف بينك وبين الله، ايش تبغاني أقول لك؟ أقول لك أحرق الميت؟ اجتهد يا شيخ. فما كان مني أنا الصعوبة في، مو مشكلة الصعوبة، إني كيف أتصرف وما في أحد من أولادي يبغى يخش يساعدني. أولاده كانوا موجودين؟ أولاده موجودين، ما رفض أحد يساعدني، حفيده هو اللي دخل يساعدني، حفيده هو اللي دخل يساعدني. إيش أتصرف؟ شلت الرجل هذا بنفس الشرشف اللي هو نايم عليه وغطسته في البانيو، في الموية في البانيو حق المسبح، فبدأ النمل يطفو بعد ما حبيته موية. طبعا سديت الأمر والإيدين بالقطن والفم، فبدأ النمل يطفو على فوق وأفرغ الأسحب الموية وأرجع مرتين 3 حتى وجدت أنه نظف شوية. فلما جينا شلنا على هذا بقى، لما فكيت القطن شوية من هنا بدأت حبة 2 تطلع منه، نمل يطلع من جسمه. هذا شيء غريب يا شيخ، هذه قعدت فيها 4 أيام أنا ما أنام، حتى الحالات يتحمل المنظر، حتى الحالات كثير من الأخوان اتصلوا فيه ما صرت أنام. يا شيخ نبيل أنا ما أقول لك غسلت 5 ولا 10، أنا كنت ماسك أكبر مقبرة في محافظة جدة مسؤول عنها لوجه الله تطوع، أقول لك غسلت المئات، ما أقول لك 2 ولا 10، مئات. وأذكر في يوم جمعة صلاة ظهر إنه الموتى مرصوصين، أول مرة في حياتي أغسل 7 حالات في فرض واحد. غسلت هذه العدد تأثرت ب96 حالة موجودة عندي بالاسم والتاريخ والصورة تصريح الدفن، ودخلت في 5 حالات المستشفى وأنا مصاب بانهيار عصبي،
حتى زيع في الانترنت ان الشيخ عباس مات بسبب اللي شفته. بسبب اللي شفته. هذا اللي قاعد يطلع النمل من جسم الشيخ. احنا الحين ايوه هذا انا استغربت لانه اولاده اول شيء ما ادوني ريق. وصل بهم اللي يعني شوف وصل بهم بالتقليل من مغسل الموتى. لما جيت خارج رايح فزهمني الابن الكبير. قال لو سمحت يا شيخ شوف الغداء جاهز مع السواقين. شوف الدرجة كده يقول لي الغداء جاهز مع السواقين محطوط إذا تبى تأكل. أنا صراحة أتأثرت في الموضوع ده أتأثرت. لكن قلت إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حورب من أقرب الناس له فلازم أتحمل الأجر. فقلت له كلمة واحدة قلت له هذا اللي جوه اللي غسلته من هو؟ قال أبويا. قلت يكفيني شرف إني أنا غسلت أبوك. وجيت ماشي ولحقني حفيد الله لحقني أنا في سيارة وحاطت يدي على دركسون وأعصابي خلاص ده. ما قدرت خلاص أعصابي منتهية. كل هذا اللي سويته أنا أحتسبه لوجه الله لكن يجي آخرتها هذا الابن. شيخ شو السبب اللي كذي صار؟ نعم هذا أخو الحفيد رجع رجي راضيني يعني لما شاف الأخو جي راضيني. قلت له هذا كله ما يهمني أنا بدي أعرف أنت شفت اللي أنا شفته أنا وياك. أبغى أعرف كيف النمل هذا جاء. أنا لي 21 سنة غسل ما شفت الحاجة دي. فقال لي يا شيخ أنا عشان لا يعني ألام وحاسب عند الله سبحانه أنا أقول لك على حاجة أنا ماني متأكد منها لكن أقول لك يا عن أمي إنه هذا جدي كان يضرب والدته كان يضرب أمي لدرجة الضرب المبرح الله يكرمك يعني ما يضرب البهيمة. وجو أولاده وكلهم شالوا الأم للمقفر للشرطة عشان تقدم شكوى وهي ما يداري وتقدم شكوى في هذا الابن اللي كان يقول درجة إنه من قوة الضرب إنه يرفزها برجله يرفز أمه. يقول ودينا للشرطة عشان تشتكي وتقدم محضر وتيجي تقوم قدام الضابط أبدا كل أولادي دول كذابين أنا طحت بنفسي. شوف قلب الأم كيف وكان عاقل أثار الضرب فيها. وفي الآخر تقول أنا طحت ما هن عليها الدخل ولدها سهيل. أسأل الله علي ولكم حسن الخاتم. طبعا ساعة خاتمته يمكن لعقوقة لأمه هذه حكمة الله سبحانه وتعالى يعجل الله العقوبة لل وهذه العقوبة. كثيرة وهذه كثيرة. هل سمعت أن ابن وأمه على فراش الموت عشان المخدرات يبغى فلوس ما هو قادر يحصل إلا من أمه استناها لغاية ما تموت ما استنى أن ربنا يأخذ وديعته فأتى بماسورها عندي صورتها أتى بماسورة وضرب أمه على فكها على فمها في المستشفى لغاية ما ماتت. ليش ضرب على فمها؟ عشان طقم أسنانها كله ذهب خالص. أعوذ بالله. عندي صورة الطقم وحاطين وجه على الأم والدم يخرج منها عشان يبيع هذا الطقم ويأخذ مخدرات. نسأل الله العافية. طبعا هذا عقوبته فقط في الدنيا هذا النمل الذي خرج من جسده أو هذا لكن الذي حصل له ما حصل طبعا هذه كل عقوبات في الدنيا قبل عقوبة الآخرة. نسأل الله العافية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة